السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. كنا خدنا المرة اللي فاتت أنواع التفاعلات كالوريمتريك أو كاينيتيك، وخدنا الكالوريمتريك وقلنا إن هو عبارة عن تغير لوني بيحصل نتيجة إن أنا بجيب السيرم بتاعي، المادة اللي أنا عايز أفعلها، مع الريجنت اللي هو المحلول بتاعي اللي أنا بشتغل بيه. وقلنا إن كل تحليل عندنا في المعمل بيبقى ليه ريجنت مختلف أو محلول مختلف عشان أعين الحاجة اللي أنا عايزها. بحط عليه السيرم فبيديني لون، اللون ده هو اللي انا بقيسه على الجهاز، وقلنا ان اللون بيتناسب مع الكونسنتريشن. وقفنا عند كده وعرفنا الفاكتور بيتحسب ازاي والستاندرد والبلانك، وعرفنا ان هو بيحتاج 3 انابيب، وعرفنا كل الكلام ده خلاص. طيب احنا النهارده بقى هنتكلم عن النوع الثاني وهو الكاينيتيك، التفاعلات الكاينيتيك. احنا عندنا نوعين، كالوريمتريك وكاينيتيك. النهارده هنتكلم عن الكاينيتيك، والكاينيتيك عندنا منه 3 انواع اللي هو الفيكسد ريت او الفيكسد تايم والفيزيبل كاينيتيك واليو في كاينيتيك. طب ايه الفرق بين الثلاثه وهستخدمهم ازاي؟ بص عموما عشان ما تتوهش مني في المحاضره، هي قاعده حطها قدامك. لو انا هعمل تحليل كالوريمتريك فخلاص انا هعمله بيتم على خطوه واحده، بحط المتفاعلات مع السيرم وبسيبهم بحضنهم شويه وبعدين بروح اقيسهم على الجهاز. طب افرض بقى ان انا هعمل تحليل كاينيتيك، لا الكاينيتيك ده بقى بيتعمل على خطوتين. اول خطوه بحضر الريجنت لوحده، ما بجيبش السيرم جنبه خالص. تاني خطوه بجيب الريجنت اللي انا حضرته ده واجي عند الجهاز واحط السيرم واحطه في الجهاز بسرعه، عشان ده اسمه كاينيتيك، عايز يقيس من بدايه التفاعل. طب ادينا فكره عنه. احنا قلنا في التفاعلات الكالوريمتريك اللي خدناها المره اللي فاتت كان بيعتمد على اللون، هنا بقى مش هيعتمد على اللون، او مش كله هيعتمد على اللون. هنا بقى في الكاينيتيك الموضوع مختلف خالص عن الالوان والكالوريمتريك والكلام ده كله. هنا الموضوع معتمد كله على استهلاك المواد او تكوين مواد. برضو وضح لنا، تخيل كده معايا لو انت عندك 10 ليمونات ولا حاجه، معاك شويه ليمون كده وانت عايز تحولهم لعصير، عايز تحولهم لعصير وقشر. طبعا احنا لما نيجي نعصر الليمون هيتحول لعصير وقشر زي ما احنا قدامنا كده في الصوره. يبقى انا عندي ليمون عايز احوله لعصير وقشر. طب انا محتاج ايه هنا؟ محتاج ان انا اما هعمله بايدي او لو انا عندي مقشره او حاجه. هعتبر انا هنا ان انا ما عنديش غير ايدي. طب انا عندي ايدي هنا، دي هي دي العامل المساعد اللي هتخليني ان انا احول الليمون لعصير او قشر. جميل. الليمون ده هو ده الريجنت بتاعي يعني زي المحلول كده. والايد اللي بتعصر دي هعتبر ان ده الانزيم. الانزيم ده بقى سواء جي بي تي او جي او تي او الكالين فوسفاتيز او اي حاجه من الحاجات دي، يعني كل الحاجات دي انزيمات، انزيمات الكبد وانزيمات القلب وكل الحاجات دي انزيمات. الانزيم هنا هيقوم بدور اللي هو الـ الحاجه اللي هتحول لي الليمون ده للايه؟ للحاجه اللي انا عايز اعملها عصير او الكلام ده، اللي هو ايدي يعني. هتديني برودكت. طالما انا دخلت هنا انا جبت الليمون وبايدي وعصرت، هيديني برودكت اللي هو مين؟ اللي هو العصير الليمون والقشر. كويس. هل لو انا بستعمل ايد واحده زي ما اكون بستعمل الايدين بعصر بيهم؟ لا. لو انا بستعمل ايد واحده هيبقى غير لما انا بستخدم ايدي الاثنين. غير لو انا بس انا وحد تاني، يعني الموضوع زاد. فهنا برضو نفس الكلام كده، هو هنا هيجيبوا المحلول ده السبستريت، ده الماده، وعايز يخلي الانزيم يشتغل على الماده دي ويشوف هيستهلكها في قد ايه او هيكون منها ماده تانيه في قد ايه. يبقى سواء بقى هيستهلك او هيكون مواد جديده. يبقى دلوقتي الكاينيتيك فكرته معتمده على ان هو الاستهلاك او التكوين، بس الانزيم ذات نفسه مش هيحصل له اي حاجه خالص. هو الانزيم زي ما هو مش هيتأثر، هو بس كل اللي هيعمله ان هو هيتفاعل مع الايه؟ مع السبستريت، يا اما يعني يقللها فيبقى ده ديكريزنج رياكشن ويبقى الكيرف بتاعه نازل كده، او ان هو يبقى انكريزنج رياكشن عن طريق ان هو بيكون مواد جديده، او ان هو بقى يديني خط موازي للمحور اللي تحت. معنى كده ان ما حصلش تفاعل اصلا، معنى كده انت سبت تحط السيرم اصلا، مفيش تفاعل، التفاعل بتاعك ثابت. طب برضو عشان ما انتوش دي كده فكره بس عن الكاينيتيك. كويس. احنا كنا اتفقنا قبل كده ان انا عشان اعين تركيز الماده او انا عشان اكتب للمريض رقم في قلب الورقه انا محتاج ابزوربنس، وقلنا ان احنا في التحاليل ما الجهاز ما بيعملش اي حاجه خالص غير ان هو بيقيس الابزوربشن بتاعه الماده بتاعتي على المحلول، يمتص هو يقيس، ما بيعملش حاجه غير كده. طب انت هنا هتجيب ازاي؟ يعني انت هنا قلت لي ان هو هيستهلك وهيقل ومفيش لون، طب هو هنا هيقيس ايه؟ كويس. وهنا برضه هيقيس ابزوربنس، بس على حسب نوع التحليل اللي عندي
على نوع من الثلاثه دول اللي هم او الفيكسد ريت او اللي هو الفيكسد تايم يعني، او اليو في او الفيزيبل كاينيتيك، على حسب انهي واحد فيهم هيشتغل بتكنيك مختلف. تعالوا ناخد امثله. اول مثال معانا وهو الفيكسد تايم ديترمينيشن او الفيكسد ريت ديترمينيشن، ده بنستخدمه مثال عليه تحليل الكرياتينين اللي هو كان من وظائف الكلى لو تفتكروا. طب الكرياتين ده بيعمل ايه؟ انا بجيب السيرم بتاعي اللي هو فيه الكرياتينين وبفعله مع حاجه اسمها بيكريك اسيد. بيكريك اسيد ده ريجنت موجود معايا اللي انا بشتريه يعني، بيكريك اسيد، وبفعله كمان مع في وسط قاعدي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. يبقى انا بجيب السيرم بتاعي اللي هو فيه البيكريك اسيد بفعله مع ايه؟ مع السيرم بتاعي اللي هو فيه الكرياتينين، بفعله مع الماده اللي هي البيكريك اسيد في وجود وسط قاعدي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم علشان يديني مركب ملون. انت كده هتلخبطنا، مش انت لسه قايل ان التحليل ده ما بتتعملش على اللون؟ اه تمام. هنا بقى الموضوع مختلف شويه. هو هنا اللون مش زي الالوان الثانيه بتاعت الكالوريمتريك، هو هنا اللون كان اصفر وبقى اصفر بس اتغير سنه نتيجه ان حصل لون للكومبلكس ده. بس هنا هو مش عايز يقيس اللون والا كان عمله كالوريمتريك. هو هنا عايز يقيس حاجه ثانيه، عايز يشوف الكرياتينين خلى التفاعل يحصل في وقت قد ايه او اللي هو الوقت الطبيعي بتاعه. فبيقول لك ان اللون بيتغير مرتين، اول مره عند 30 ثانيه وتاني مره عند 90 ثانيه. يعني ما كان ناخد كام ابزوربانس؟ اثنين، واحده عند 30 ثانيه واحده عند 90 ثانيه. عشان كده بقول لك هو كاينتيك بياخد كذا قرايه، والتحاليل دي الكاينتيك بتاخد وقت على الجهاز. يعني ممكن مثلا يفضل شاغل لك الجهاز 3 4 دقائق 5 دقائق على ما تخلص وتغسل، يعني بياخد لك حوالي على الجهاز 5 دقائق مثلا او 4 دقائق او 3 دقائق. فالتحاليل دي اصلا بتبقى شاغله الجهاز على عكس الكالوريمتريك انا بقيس واشيل على طول. هنا التحاليل دي لا بتاخد وقت على الجهاز. طيب الكرياتينين ايه اللي بيحصل؟ قلنا ان الكرياتينين بيتفاعل مع البيكريك اسيد في وجود في وسط قاعدي فيديني مركب ملون، بس اللون بتاعه بيتعمل على مرحلتين، مرحله عند 30 ثانيه ومرحله ثانيه عند 90 ثانيه. انا مطلوب مني اقيس ايه؟ اثنين ابزوربانس، اثنين ايه؟ ابزوربانس. والفيكسد ريت او الفيكسد تايم بيبقى ليهم برضه ستاندرد، يعني الفاكتور بتاعهم بيتحسب زي الكالوريمتريك. يبقى هم مشتركين هنا في الايه؟ في طريقه الشغل يعني. لكن طريقه الشغل انا ادخله على الجهاز؟ لا، لازم ادخله وانا واقف جنب الجهاز. لكن الفاكتور بيتحسب زي التاني لان هو ليه ستاندرد، وده التحليل الوحيد في الكاينتيك ده ليه ستاندرد. اللي هو النوع الوحيد اللي هو الفيكسد تايم او الفيكسد ريت دي الحاجه الوحيده اللي بيبقى لها ستاندرد، باقي الحاجات مالهاش، هقول لكم هنعمل فيها بقى دلوقتي. فانا هنا المعادله بتاعت الحساب بتاعي بتبقى ان انا بجيب الابزوربانس عند ال 90 ثانيه والابزوربانس عند ال 30 ثانيه واطرحهم من بعض على، احنا قلنا بقى ابزوربانس على ابزوربانس واضرب في التركيز بتاع الستاندرد زي المره اللي فاتت كده في فاكتور. هنا برضو نفس الموضوع كده، هنا بجيب الابزوربانس بتاعت الاثنين عند 90 وعند 30 واطرحهم من بعض على الابزوربانس بتاعت الستاندرد عند 90 ثانيه والابزوربانس بتاعت الستاندرد عند ايه؟ 30 ثانيه. وبعدين بضرب في تركيز في الكونسنتريشن بتاع الستاندرد بتاعي، تركيز الستاندرد بتاع الكرياتينين 2 2 مللي جرام ديسيليتر. فانا بضرب في كام؟ في 2. على حسب بقى التحليل انت بتشتغله، كل تحليل طبعا بيبقى ليه تركيز مختلف، كل ستاندرد بيبقى ليه تركيز مختلف. عرفنا هنعمل ايه في الكرياتينين؟ يبقى ببساطه جدا الكرياتينين محتاج برده انبوبتين، انبوبه للستاندرد وانبوبه للتيست. الستاندرد هحط فيها المحاليل ومعاها محلول الستاندرد، والسامبل او التيست هحط فيها المحاليل والسيرم، وهرجع اجيب وهعمل فاكتور عادي خالص زي ما احنا عملنا في هناك، واقسم الابزوربانس على الابزوربانس واضرب في الكونسنتريشن. ده كده التحليل بتاعي خلص، ولما يجي عمل هيبقى الموضوع اوضح شويه. طيب النوع الثاني من التحليل كاينتيك فيسيبل كاينتيك، فيسيبل كاينتيك، الفيسيبل كاينتيك بيتقاس في منطقه الضوء المرئي، بتلاقي الويف لينس بتاعه بعد ال 500 يعني او فوق ال 340 عموما يعني. مثال عليه زي الالكالاين فوسفاتيز. الالكالاين فوسفاتيز هنا زي ما احنا شايفين في التفاعل قدامنا ده بيجيب البيتا البارا نايترو تاني نوع بقى عندنا من التفاعلات في الكاينتيك هو الفيسيبل كاينتيك. الفيسيبل كاينتيك بيتعمل في منطقه الضوء المرئي، مش زي ما احنا هنشوف بقى كمان شويه كل التحاليل اللي هتيجي بعد كده كاينتيك زي الجي بي تي والجي او تي والجي جي تي والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتتقاس في 340 نانومتر اللي هو ويف لينس بتاع اليو في، بنشتغل في منطقه اليو في.
طب هنا مثلا اديني مثال على الفيسيبل كاينتيك. الفيسيبل كاينتيك ديترمينيشن زي تحليل مثلا الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز بيشتغل بطريقه زي ما احنا شايفين قدامنا في المعادله، بيجيب البارا نيترو فينايل فوسفات وده مركب كولرلس عديم اللون، ويحط السيرم بتاعنا اللي هو فيه الالكالين فوسفاتيز فيديني بارا نيترو فينول وده مركب ملون واللون بتاعه اصفر تمام، ومجموعه الفوسفات بتتفصل لوحدها. يبقى هو ده اللي هو بيعمله الالكالين فوسفاتيز، بيفصل مجموعه الفوسفات لوحدها من المركب اللي قدامي فيديني اللي هو البارا نيترو فينول وده مركب كولر وهو ده البرودكت. والسبستريت كان المركب اللي هو الاولاني اللي قدامنا ده، حطيت الانزيم اداني اللي هو الايه البرودكت. انا بقى اقدر اقيس طبعا هنا من شده اللون اللي هتظهر اقدر اقيس الايه التركيز بتاع الالكالين فوسفاتيز. بس في حاجه او الفاعليه بتاعته، احنا في معظم الشغل بتاع الكاينتيك والحاجات دي ما بنقيسش التركيز، احنا بنقيس الفاعليه بتاعه الانزيم. في حاجه ان انا هنا برضو هقيس عند دقيقه اللي هي بعد 60 ثانيه تقريبا وعند 3 دقائق. المفروض ان هو بياخد قرايه كل دقيقه، بس انا هقيس عند دقيقه وعند اللي هي عند 60 ثانيه وعند 180 ثانيه، عند دقيقه وعند 3 دقائق. وبعدين بيبدا ان هو يطرحهم من بعض ويضربهم في حاجه اسمها فاكتور، وهنعرف دلوقتي الفاكتور ده بيجي منين. مش الفاكتور بقى بتاع الكالوريمتريك واللي هو الفيكسد ريت والكلام ده، لا لا ده حاجه ثانيه جديده، هنخش بقى في حاجه ثانيه جديده. المهم ان هي دي كانت معادله التفاعل. تعالوا نشوف اخر نوع من التفاعلات. الناس اللي حاسه ان الموضوع صعب، هو فعلا التفاعلات دي رخمه شويه، فحاولوا على قد ما تقدروا اللي هو تفهموها كويس. اخر نوع معانا من التفاعلات اللي هي كاينتيك، اليو في كاينتيك ديترمينيشن. في اليو في كاينتيك ديترمينيشن زي بقى الجي بي تي والجي او تي والحاجات اللي هي زي كده والال دي اتش وكل الكلام دي، بتتقاس في اللي هو اليو في، في منطقه اليو في اللي هو 340 نانومتر. مفيش اي الوان هتظهر خالص، هتلاقي التيست كله معاك طول ما انت شغال كولرلس عديم اللون. ولو هنا هقيس الابزوربنس عن طريق ايه؟ تعالوا بقى نشوف التفاعل اللي قدامنا ده. هنا جايب لك تفاعل بتاع ال دي اتش، بيقول لك ان انت عندك البيروفات هو بيحولها ال دي اتش بيحولها لاكتيت. طب انا برضو استفدت ايه؟ الناد اتش هتتحول لناد، حصل اوكسيديشن للناد اتش، اتشال منها الاتش فتحولت لناد. انا هنا بقى بقيس التغير في تركيز الناد اتش دي، بقيس التغير في تركيز الناد اتش، وعن طريق ان انا اقيس التغير في الابزوربنس بتاعتها هقدر ان انا اعرف الابزوربنس كانت كام وبقت كام، فاعرف هل هو ديكريزنج ولا انكريزنج. طب هيفرق معايا في ايه؟ خد بالك ان لو في ماده بتتكون فهو الكيرف اللي هيطلع، واحنا شغالين في العمل هتشوف الكلام ده، الكيرف اللي هيطلع انكريزنج، خط كده بيزيد. اما لو انا عندي الماده بتستهلك هيطلع الكيرف انكريزنج ديكريزنج اللي هو بيقل، اما لو الماده بتزيد هيطلع ايه؟ انكريزنج. يبقى انا عندي النوعين من الكيرف اللي احنا استخدمناه من شويه، يا اما الكيرف هيطلع انكريزنج بيزيد، وده لو في ماده بتتكون او في برودكت بيتكون، او ان الماده ديكريزنج بتقل لو الماده بتستهلك. هنا مثلا في التفاعل اللي قدامي اللي هو بتاع ال دي اتش، الماده بيحصل لها استهلاك فالكيرف هنا هيطلع ديكريزنج تمام، لان البيروفات تحول للاكتيت، الناد اتش تحول لناد. انا بقى بقيس التغير في الابزوربنس بتاع الناد دي عن طريق ان انا بقيس الابزوربنس بتاعتها، بقدر ان انا اعرف. برضه بقيس عند دقيقه وعند 3 دقائق، يعني بقيس عند 60 ثانيه وعند 180 ثانيه. باخد القرايتين واقول لكم بقى هنعمل بيهم ايه. هنا انا بقيس التغير في الابزوربنس في وحده الزمن، يعني بشوف الابزوربنس هتغير قد ايه في الزمن ده. كويس، ايه اللي حصل في الكلام ده؟ اللي احنا شايفينه قدامنا ده بروسيدور بيقول لك في الكاينتيك عموما، ما عدا الفيكس تايم بقى، خلاص الفيكس تايم هنستثناه على جنب. في الكاينتيك عموما انت بتشتغل بانبوبه واحده بس، مش زي بقى احنا هناك كنا بنشتغل في، لو تفتكروا في الكالوريمتريك بثلاث انابيب بلانك وستاندر وسامبل، لا هنا هنشتغل بهي تيوب واحده بس. التيوب ده هيبقى فيها ايه؟ الريجنت والسيرم بتاعه. ايه ده ما فيش ستاندرد؟ لا ما فيش. طب انت كنت قايلنا كده حاجه، هو انت ازاي هتقارن وانت ما عندكش حد تقارن بيه؟ هو الهدف من المقارنه ان انا اعمل حاجه لنفس اسمها فاكتور اللي احنا خدناها. لا هنا انا بقى ما عنديش فاكتور. طب هنا الفاكتور هجيبه منين؟ ده الفاكتور هنا بيجيب لي، بيجي لي جاهز في البامفلت بتاعت التحليل اللي احنا قلنا عليها النشره يعني. بيجي لك بيديك فاكتور جاهز، بتدخله على الجهاز، هو بس بيحسب الابزوربنس ويضربها في الفاكتور ده. للناس اللي عايز تعرف الفاكتور بيتحسب منين؟ اللي احنا شايفينه قدامنا ده التيوب بتاعت التفاعل هندخلها في جهاز الاسبكتروفوتومتر. ايه اللي هيحصل جوه الجهاز اللي احنا قلناه بقى قبل كده؟ اللي هو الضوء هيعدي جوه، الفوتونز بتاعت الضوء هتعدي جوه
المنشور فيحللها للاطوال الموجيه السبعه. انا هاخد بس ويف لينس واحد بس اللي هو 340 نانومتر بتاع اليو في اللي بيمتص في منطقه الضوء اللي مش مرئي، هيعدي في الكيوفيت اللي فيها المحلول، فيبدا ان يحصل تغير في الامتصاص نتيجه ان الناد اتش بتحاول لناد. تمام، يبدا من هنا يديني على الديتكتور او على الشاشه بتاعتي قيمه الابزوربانس النهائيه. دي في الاجهزه الحديثه، الاجهزه الحديثه بتعمل كل حاجه، يعني انت بس كل انت هتعمله تدخل العينه هيطلع لك الرقم، مش عايز اكتر من كده. بس احنا لازم نبقى فاهمين الرقم جه منين. الرقم جه من ان هو طلع ابزوربانس، طلع اثنين ابزوربانس وطلعهم من بعض، اللي هو الابزوربانس عند 180 ثانيه وعند 60 ثانيه، طرحهم من بعض الاثنين ابزوربانس جاب الدلتا، بيجيب الدلتا في الابزوربانس، تغير في الامتصاصيه. بعد ما جابها هيعمل بيها ايه؟ محتاج هنا بقى طبعا ان انا فاكتور عشان اضرب فيه. الفاكتور تبقى ماشيه كالاتي، الكالكيوليشن بتاعي بيقول لك ان انت عندك التغير في الامتصاصيه بيساوي التغير في اللي هي الابزوربانس عند تايم 2 اللي هو عند ال 180 ثانيه، ناقص الابزوربانس عند التايم 1 اللي هو ال 30 ثانيه ال 60 ثانيه اللي هو عند 3 دقائق وعند دقيقه، عند دقيقه بيطرحهم من بعض، على التايم 2 بالمينت اللي هو الـ 3 دقائق، ناقص التايم 1 اللي هو ايه؟ بالد اي. يبقى بيطرح التايم اللي هو عند ال 3 دقائق ناقص التايم اللي عند الدقيقه. من هنا كده جاب لي الابزوربانس كام؟ هنا الابزوربانس هاخدها عشان اروح اضربها في فاكتور عشان اجيب النتيجه النهائيه بقى. طب الفاكتور هنا بيتحسب ازاي؟ الفاكتور بيقول لك بيساوي التي في اللي هو التوتال فوليوم بتاع المتفاعلات والسيرة اللي هو الريجنت والسيرة. يعني هنا التفاعل بتاعه بيبقى التوتال فوليوم بتاعه 1100، 1000 من الريجنت و100 من السيرة. في 1000 علشان يحولها من ملي من ملي لتر بيضرب في 1000 بيقسم على الابسلون اللي قدامنا دي ابسلون الناد اتش في السامبل فوليوم اللي هي المية في البي اللي هو الاوبتيكال باس لو تفتكروا كان 1 سنتي. طيب هنا فاضل بس الابسلون ناد اتش دي اللي انتم مش عارفينها، دي بتبقى عباره عن قدره 1 مول من الماده على ان هو يمتص الضوء. عايز يعرف هو بيمتص قد ايه او القدره بتاعته على ان يمتص 1 مول من الماده قد ايه. هنا بتبقى 6.3. طبعا احنا ما بنحسبش الكلام ده كله، بس انا بقول لك عشان تبقى عارف احنا الكلام ده كله بيبقى موجود على الجهاز، انت بس بتدخل هنا في الجهاز وتطلع لك النتيجه، ما بتعملش حاجه اكتر من كده. لكن برضو لازم تبقى فاهم الكلام ده، لان انت ممكن تشتغل ببامبلت مختلفه فيبقى الفاكتور مختلف، فلازم تعرف الفاكتور بيتحسب ازاي. يبقى هنا كل حاجه معانا هنحسب بقى منها الفاكتور زي ما احنا شايفين، هنعوض بس في المعادله اللي قدامنا دي، هيطلع فاكتور 1746 وكسور. يبقى الفاكتور اللي جالك في البامفلت هتلاقيه 1746، ده الفاكتور اللي موجود في البامفلت بتاعتك لو انت شغال بشركه من الموجودين في السوق يعني. طبعا في شركات ثانيه مختلفه على حسب بقى طبعا الابسلون اللي هو بيستخدمه. كده انا حسبت الفاكتور وحسبت الابزوربانس، هضربهم الاثنين في بعض عشان اجيب الريزلت بتاعتي، الريزلت النهائيه بقى. هضرب الابزوربانس في الفاكتور ده كله على بعضه، يقوم مطلع لي الماده بتاعتي او اللي هو النشاط بتاع الانزيم قد ايه. هنا طبعا زي ما قلت انا مش بقيس تركيز، هو انا بقيس تركيز الانزيم بس بمعنى اصح انا بقيس قدره الانزيم على ان هو يبقى نشاط الانزيم ذات نفسه، عايز اقيس نشاط الانزيم في ان هو سواء يكون مركب جديد برودكت جديد او ان هو يستهلك السبستريت اللي موجوده. ففي الحالتين بقيس النشاط الانزيمي للانزيم ده مش بقيس تركيز. دي كده كانت التفاعلات الكاينتيك بالثلاث انواع بتوعها. نراجع مراجعه سريعه، قلنا فيكسد تايم او فيكسد ريت و فيسيبل كاينتيك ويو في كاينتيك. قلنا مثال على الفيكسد ريت او الفيكسد تايم الكرياتينين، قلنا مثال على الفيسيبل كاينتيك اللي هي الالكالين فوسفاتيز وعرفنا بيعمل ايه وعرفنا المعادله بتاعته، قلنا مثال على اليو في كاينتيك زي الجي بي تي والجي او تي وعرفنا برده الموضوع بتاعه بيمشي ازاي. في الاخر سواء فيسيبل كاينتيك او يو في كاينتيك، في الاخر انا هجيب الابزوربانس عن طريق ان انا بجيب ابزوربانس عند 30 ثانيه وابزوربانس عند 60 ثانيه اسف وابزوربانس عند 180 ثانيه، وبنطرح الاثنين بالطريقه اللي احنا قلناها بتاعت المعادله بتاعت الابزوربانس، وبعدين بنضربهم في الفاكتور اللي بقى موجود معايا في البامفلت. يعني انت ما بتعملش اي حاجه خالص. طب انا كشغل عملي هعمل ايه؟ مش تعمل اي حاجه غير ان انت هتجيب التحليل بتاعك في التيوب وهتحط عليه السيرامونت واقف جنب الجهاز وتدخله في الجهاز بسرعه. ده اللي انت هتعمله، وتنتظر النتيجه النهائيه اللي انت هتاخدها تطبع على المريض، ولا هتفضل في فاكتور ولا هتعمل الكلام ده كله. طب انت بتعرف لنا الكلام ده ليه؟ عشان لازم تبقى عارفه، ما ينفعش ان انت ما تبقاش عارفه، لازم تبقى فاهم ده يعني ايه فاكتور وجه منين وبيتعمل ازاي والكلام ده كله. بكده يبقى احنا خلصنا التفاعلات اللي هي الكالوريمتريك والكاينتيك.
خدنا من الكالوريمتريك تفاعلات لونيه بتتغير بقيس التغير في اللون. اما التفاعلات الكاينتيك في منها الفيكس تايم او الفيكس ريت، ده بقيس التغير في اللون بس في مرتين مختلفين عند 30 ثانيه وعند 180 ثانيه. لكن اما اللي هي اليو في كاينتيك والفيزيبل كاينتيك دي بقيس التغير في الابزوربنس عن طريق بقى النت اتش او اللون، بس في الاخر بضرب في فاكتور ثابت هو بيدوني في البامفلت. انا ما بدخلش ستاندرد، التحاليل دي ما لهاش ستاندرد، ما بيجيش معاها علبه صغيره ومكتوب عليها التركيز، ما فيش الكلام ده خالص، لان انا اصلا معايا الفاكتور جاهز، انا كل محتاج احسبه بس الابزوربنس بتاعتي. دي كده كانت محاضره النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. ممكن تحسوا ان الموضوع صعب شويه عليكم بس في الاول، لكن الكلام ده مهم، مع الوقت هتفهموه اكتر وهتفهموا ان هو مهم قد ايه في المعمل. جايز انتوا دلوقتي حاسين ان هو نظري، احنا ان شاء الله لما نخش في العمل، العمل سهل جدا بس لازم تبقى عندك خلفيه نظريه كويسه. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو محتاج اي سؤال او اي حاجه هتكتب في كومنت تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وتشيرها مع اصدقائك علشان يستفادوا. وانتظروا المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون عن التخفيفات الداليوشن اللي احنا اتكلمنا عنها واللينياريتي والسنسيتيفيتي والحاجات دي، هنراجع عليهم تاني وناخد التخفيفات. شكرا ليكم.